ده كان جزء من تصريحات رئيس الوزراء النهارده في الاسكندريه. عايز اقول لكم واكرر، وهو لمح وقال ان في مزيد من الصفقات في الطريق. مفيش دوله هتعمل اللي هي عملته ده الا اذا كان متاكده وبتستعد للاعلان عن المزيد، ويمكن احنا كنا بنتحدث عن هذا الامر بالامس. وبالتالي انت اصبحت على الطريق، هل الدولار هينزل؟ سمعت رئيس الوزراء ايضا وهو بيعلق على هذا الامر، وسمعت محافظ البنك المركزي في تداخلات كثيرة، ولكن اهم شيء ان احنا بدأنا نحط رجلنا على الطريق وبدأنا نخفض الضغط في السوق المصري. على الهاتف المستشار محمد الحمصاني، متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير. مساء النور يا فندم. أربع مواني مصرية، هل هناك حصر لكميات البضائع التي خرجت منها اليوم؟ اليوم يا فندم، يعني اليوم من ميناء الإسكندرية على سبيل المثال خرجت بضائع الأساسية اللي بنتكلم عنها حوالي 77 مليون دولار، بما يوازي 77 مليون دولار، بتشمل السلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، وبعض مستلزمات الإنتاج. لو احنا هنتكلم عن السلع اللي خرجت بداية من الأيام القليلة الماضية، بداية من أول شهر مارس، احنا بنتكلم عن 230.9 من 10 مليون دولار بالنسبة للسلع الأساسية. وبالنسبة لمستلزمات الإنتاج بنتكلم على حوالي 464 مليون دولار. تمام، وهل سيتم استمرار ضخ الأموال اللي بنحتاجها علشان ندخل هذه السلع في القطاعات الأساسية في خلال الأيام القادمة؟ بالتأكيد يا فندم، يعني كما أعلن دولة رئيس الوزراء اليوم، هناك أولوية، سوف الدولة سوف تمنح أولوية لتوفير السلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، مستلزمات الإنتاج، المنتجات البترولية. تلك هي الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على توفير، الدولة سوف تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير السيولة الدولارية اللازمة لكافة تلك السلع باعتبارها والبضائع باعتبارها تمثل الأولوية خلال المرحلة الراهنة، من أجل بطبيعة الحال زيادة المعروض من تلك السلع في الأسواق، وبالتالي خفض أسعارها خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله. هل هناك بالفعل يعني مباحثات حول صفقات أخرى كبيرة زي ما لمح رئيس الوزراء النهاردة في المستقبل، سواء القريب أو المتوسط؟ بالتأكيد يا فندم، يعني كما أوضح دولة رئيس الوزراء وكما أعلن مجلس الوزراء من قبل على لسان دولة رئيس الوزراء، هناك بالفعل لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عدد من العروض الاستثمارية الكبرى، وبالتالي هناك يعني جدية وعزم من الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي توفر كما رأينا في صفقة رأس الحكمة سيولة دولارية، وتوفر العديد من المزايا، سواء فرص العمل، سواء بنتكلم على موارد دولارية وعائدات كبيرة للدولة، وبالتالي الدولة حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة بمجرد إبرام أي صفقات جديدة سيتم الإعلان عنها. سيادة المستشار محمد الحمصاني، متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.